هي لا تيكستور ديالها كيفاش دايره، كريميه بزاف، لذيذه بزاف، وغتحماقوا عليها. اجي نصايبوا هاد التحليه العائليه، سهله سريعه وبلا فلو. وفي كاسرونه وعلى البارد كندير اطرو ديال الحليب، كنزيد لهم 4 المعالق ديال النشا اللي كيكونوا عامرين، وكنزيد عليهم واحد 4 ديال لي ساشي ديال الكاكاو اللي كيكون مر، كنزيد عليهم واحد الكميه ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. انا درت 4 المعالق ساشي ديال الفاني، كنخلط كل شيء مزيان حتى كيذوب ليا داك النشا، وكنزيد لهم لا كريم فريش. هنايا كنعاود نخلط مزيان مزيان، وكنديرهم فوق العافيه على عافيه مهيله مع التحريك حتى كيبداو يعقد. من بعد كنزيد ليه لي بيبي شوكولا، انا درت 100 غرام وهو سخون، كنشد لو مول ديال لو كيك وكنديرو في وسط منه، كنسد عليه هكا بالسلوفان من الفوق باش ما يديرش ليا القشره، وكندخلو للثلاجة. بحال ديما الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليو ليا التعليقات ديالكم، اللايكات ديالكم، صحه وراحه.